استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم بمحافظات المملكة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة ختام مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، حيث رفعوا إلى مقام جلالته السامي بالغ التقدير والامتنان وعميق الشكر والعرفان على توجيهات جلالته السامية الكريمة لمختلف الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات والتسهيلات مما أسهم في إنجاح إحياء هذه الذكرى. وخلال الاستقبال أشاد جلالة الملك المعظم بالجهود الطيبة التي واصلوا بذلها مجلس الأوقاف الجعفرية ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية والقائمين على المآتم وبحسن إدارتهم وتنظيمهم، منوها بما أبداه الجميع من تعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. وأعرب جلالته عن الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بكافة إداراتها على ما بذلته من جهود رفيعة المستوى وتقديم كل التسهيلات والخدمات الأمنية والمجتمعية والتي أحاطت الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارساتها بحرية ونظام. وأعرب حفظه الله ورعاه عن الفخر بما تنعم به البحرين من حرية كبيرة على مستوى ممارسة الشعائر الدينية دون أي فرقة أو تمييز، منوها جلالته في هذا السياق بالخصوصية التي عرفها المجتمع البحريني منذ عقود طويلة وتعايشت عليها الأجيال والمتمثلة في حرصها على احترامها ومكانتها الاجتماعية ولحمتها الوطنية وهو مصدر وحدتنا. وأضاف جلالته إن هذه الإنجازات المميزة واجبات توارثناها أبا عن جد وتحفظ الهوية البحرينية، وأن ذلك موضع تقديرنا لعلماء الدين والمواطنين منذ القدم، والبحرين بفضل الله في خير ونمو في كافة المجالات، وذلك نابع من انتماء وحب أهل البحرين الصادق للبحرين، فهم دائما يحرصون على عمل الخير الذي ينهلونه من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيث بروح الأسرة الواحدة المتماسكة لرفع اسم وطننا عاليا في كل المجالات، ونحن جميعا نفخر بذلك. كما حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. We'll be right back.